هذه الزيارة هي عبارة عن تقليد سنوي اللي ابتدأ فيها جده لسيدنا الشيخ حميد الشيخ مهنا طريف في القرن 18، والهدف منها والرسالة تجمع الإخوان، بحث أمور الطائفة بشكل عام، لأنه مرة في السنة على القليل تجتمع كل المشايخ قبل قيام الدولة. طبعا هذا بقعة مقدسة، يعني بالنسبة لطائف المعروفية من أقدس بقع على وجه الأرض، فإحنا بكون إقبال كثير. يعني كانت الزيارة في 25، ليلة الزيارة في 24 نيسان، يعني المحل هون بصعوبة وسع الوفود اللي وصلت من جسماني وروحاني. إخواننا باقي الطوائف طبعا بيعذرون في هذا، لأنه فيش وسع للكل، بيجوا في أوقات ثانية. كان مبدأ العائلة الطريف دائما ترميم المقام منذ أن كان في استلامه. أنا كدوري كمقاول بناء اشتغلنا في أعمال الحجر، وهذا الإشي ظل مستمر لحتى أيامنا هاي، ونلاحظ ما زال هناك حاجة للتوسيع، وما زال هناك حاجة أو إقبال متزايد من الزوار. كل سنة بنحس إنه بعد لازم نحط محلات ولازم نعمل أشياء اللي تلبي طلب الجمهور. زيارة مقام سيدنا الشعائر لكل الخلق متواجدين، وهناك بيت شعر موجود على قريب من الضريح، وبابك مفتوح لكل الخلائق. الزيارة للمتدينين وغير المتدينين، للرجال والنساء على حد سواء. هذه أول زيارة اللي هي شاملة وعامة لمدة سنتين متتاليتين، ما كانش في زيارة بعدي الكورونا. هاي كانت أول زيارة، وكيف احنا شفنا ولاحظنا انه كان في اشتراك كبير جدا، كان في شاركونا كمان من اخواننا من جميع البلاد.